متابعة عمليات تفريغ المنتوجات الفلاحية المخزنة في إطار نظام الضبط بالتنسيق مع قطاع الفلاحة لمخزونات كبيرة تم شراؤها وضبطها وتخزينها للمحافظة على الأسعار وضبط السوق وتمويل السوق. وهذه المخزونات مكونة من 107 آلاف طن من البطاطا الاستهلاكية و30 ألف طن من البصل الجاف. وتعلمون جيدا أن السنة الماضية كانت عندنا أزمة في بعض المواد التي سبق ذكرها لهذه الأسباب لأنه لم يتكفل بتخزينها في الوقت المناسب. إذا قلت 30 ألف طن من البصل الجاف و10 ألف طن من الثوم الجاف وكذا الكميات المخزنة خارج نظام الضبط، لأن تعلمون جيدا أنه فيه نظام الضبط الذي تسهر عليها الدولة كدولة تشتريه من عند الفلاحين تخزنه في وقت الوفرة ثم في وقت الانتقال من مرحلة إلى مرحلة فلاحية يتم إخراج.